لك حتى الليلة ما انبسطنا، يعني هي أول مرة بيزوروني ببيتي هون. شفتي شو صار؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك بنتي، لساتني مصدومة. ماني مصدقة أبداً. كين دخانه مع العلاقة بمنير؟ شي ما بيتصدق. كله إلا الخيانة، أنا كتير قرفانة. أصلاً أنا ما كنت عم برتاح له لمنير، كنت حس كل هاللطافة والتعامل الحلو مجرد قناع. بعدين لما فسد علي قدام سليم وقال إني رحت والتقيت بهديك البنت، عرفت منيح شو هي طينته. بس كمان ما كنت متخيلة إنه يكون وضيع لهالدرجة. لك هاد شلون كان يسترجي يطلع بوش جوزة بعد ما خانه مع مرته الحقير؟ أنا كنت ما عم برتاح له، هلأ صرت أقرف منه. بس مو ذنبه لحاله، لأنه بهيك قصة الطرفين مسؤولين. أنا معك، أنا متضايقة لأنه انتخانقوا ببيتي، خجلت كتير قدام بابا. هلأ رح يقول شو هالعيلة اللي تورطنا معه. عم تفكري بنفس الشي ما هيك؟ امشي خلينا نفوت لجوا، سليم شكله خجل من أبوكي. يلا ما بصير نتركه لحاله معه، امشي يلا. بابا جيب لك شي تشربه؟ لا بنتي لا. بعتذر منكم لأنه المشكلة صارت هون ببيتنا. انتي مالك ذنب حتى تعتذري بنتي، أنا متضايق من الشي اللي سمعته. ما بدي أظلم حدا، بس بيت رشدان إلهم طلع بهاي المشكلة. فهي تغسل وشي. صهري خجلان من عملة خاله، طلع واحد ما بيستحي أبداً. هو كان حاطط عينه على غالية ما هيك؟ لا أصلاً غالية ما عطته أي وش. منيح إنه عرفنا معدنه. أصحك يا مرام تخليه يقرب من غالية، ولو قرب منها ما رح يصير خير. ماشي لا تعصب حبيبي، مرام كتير متضايقة من يلي صار. قومي خلينا نروح يلا. بس بابا لسه بكير، خليكن قاعدين شوي. لا لا تصري علينا بنتي، ماشي؟ مزبوط مرام، لأنه سليم عم يحسن يطلع بوشنا، ما بدنا نضل أكتر ونحرجه. امشي. طيب أنا رايحة أخبر سليم إنكم رايحين. بس هيك ما بصير، لازم يخليني اشرح له. لا تروح، رشاد ما بده يشوف وشك ابدا. اختي لازم يسمح لي وضح له موقفي، ما بصير. شو بدك توضح له؟ عود لشوف. انا ما ردت هالشي يصير، الذنب مو ذنبي انا. كنت هي اللي اجت ورمت حالها علي، حاولت كتير اتهرب منها بس هي ما تركتني، كانت تلاحقني وين ما رحت بالتليفونات، وهيك لحتى تطورت العلاقه. كل ما حاول اخلص منها كانت تعلقني فيها اكثر. منير لا تحكي لي حكايات. فكرك ما بعرف بكل اللي صار، بس أنا ما حبيت أحكي معكم، كنت عارفاني كل شي. شفت كيف كنت الحقها لكندا، وبعرف علاقتكم، ولاحظت شلون صرت تتجاهلها بعدين. ماشي أنا بعترف بإني غلطت، بس يا أختي كمان لا تقعد تبسبس لي منير، ما بدي أسمع ولا كلمة. هذا اللي كنت خايفة منه، انفضحنا قدام رشوان ومرته. لك أنا صرت مو عارفاني شو بدي أقول، أنت وطيت رأسي قدامهم. لك ما حلنا نخلص من فضيحة سليم، طلعتنا أنت وهي على أضرب. كل شي صار قدام الجماعة، كيف بدنا نبرر هذا الشي؟ أنا ما بعرف. كالله يلعن هالكندة، كل اللي صار بسببها.
انت مفكر انه هي لحالها من ذنبة منير؟ انت شريك معها باللي صار، يعني مو ذنبة لحالها. شمسي أعطيني فرصة أشرح لك أرجوك. ما بدي أسمع منك ولا كلمة. القصة مو مثل ما لك مفكر، ما صار شي بيناتنا، صدقني يا شمسي. الأمر ما بيتعدى مجرد إعجاب بيناتنا. أنا كنت حاسة بفراغ وبوقتها تعلقت فيه، بس ما سلمته حالي. بترجاك تحاول تفهمني شمسي، كانت مرحلة ومرقت من زمان. اسكتي اسكتي، ما بدي اياكي تصغري بعيني اكثر. كنت كثير خايفه انك تعرف. انا خجلانه منك. بسيطه، انا بكره رح ارفع دعوه طلاق. طالما ما نكناك رشي اللي صار، معناتها خلينا نتطلق على السكت احسن. اصلا انت اجيتي وطلبتي مني الطلاق قبل فتره. يا ريتك يا ريتك قلتي لي السبب وقتها، يمكن ما كنا تعرضنا لهيك فضيحة. فيك تبقي هون لحتى تلاقي مكان تاني، ما فيني أقدم لك أكتر من هالشي، وما عندي كلام تاني أحكيه.